مش عايز ينسى انه ميكانيكي برضه. الخطف في الشلاحات اول مره ماتش. هيبقى لابس سبايدر مان. فيلم خطف كرتون. مش كفايه كرتون بقى يا اخويا. مشروع وفشل. او المؤبد قصاد عيني يابا. جبت الشقه قد؟ اه يا عمي جبتها وركنها اول الشارع. انا حامل. عامل الفيروس؟ انتوا حاطين كاميرات في الحمام ولا ايه؟ تدخل البيت بشكل مميز وتخطف الواد بشكل مميز والبوليس هيستنانا بره بشكل مميز. هو في مسابقه لخطف الواد ولا ايه؟ انا اتخضيت تمام. انا اسف. اتخضيت والله. انا اتخضيت تمام والله. يا اسف. واحد لابس بدله مازنجا صنفور اهو كده فورا يا غسيل. هات ال 20 بول. العصبيه غلط على التعليق. معلش العيال بس كانوا عايزين يتصوروا معاك وهم بياكلوه. اه ابويا صاير زي ما بدي افشخ بس عليه نطه بتجيب اطوالها قفه. وحم تتوحمي على طول؟ طب ربنا يستر والعيل ما يجيلوش قرار ازاله. انت بتداري وشك ليه؟ الكاميرا ليها رهبه. ده مرقع لواحد وطالب 300,000. ايه؟ ده احنا لو خاطفين محمد صلاح مش هنطلب المبلغ ده كله. ان عشيه تعشق قمر والركاب تركب همر. ما تجربوا تتصلوا بماما. انت انا مش رئيس العصابه دي. هو اللي خطط للعمليه كلها. روح استخبوا هناك واطلعوا في الميعاد اللي اتفقنا عليه. ممكن تستناني بره؟ خناقة تاني تعدى عليها من غير كارت. احنا العصابة اللي خطفت ابن حضرتك. انا ليا في قعدة دخان ولا في قعدة شمال ومزاجي بيجي في مازنجر. طب اهدى بس وانا هتصرف افهمك كل حاجة. عليا النعمة ما يهمني فلوس الدنيا كلها. انتوا اللي خطفتوا الواد. كل منك انت يا عم مازنجر من ساعة ما شفتك وانت جايب لي الفقر. الرجالة راجعة في خطة افرو دي. ده هينزل طور الجنة الأول ولا ايجي بيست ولا فين؟